تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب نبأ استشهاد الطيار الشهيد البطل معاذ الكساسبة رحمة الله عليه على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان. تلك الزمرة المجرمة الضالة التي لا تبت لديننا الحنيف بأية صلة. بهذه الكلمات نعى ملك الأردن الطيار المخطوف معاذ الكساسبة الذي نشر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد لقطات تشير إلى حرقه حيا، وذلك في أعقاب فشل مفاوضات تبادل سجناء بين التنظيم والحكومة الأردنية. وفي رد فعل سريع نفذ الأردن فجر الأربعاء حكم الإعدام شنقا بحق المسجونين موضع التفاوض، وهما سجد الرشاوي المحكومة بالإعدام لدورها في تفجير فندق في الأردن عام 2005، والعراقي زياد الكربولي العضو بتنظيم القاعدة والذي وجهت إليه اتهامات بالتخطيط لشن هجمات في المملكة. وكان التنظيم قد اختطف الكساسبة بعد أن تحطمت طائرته في شمال شرق سوريا في ديسمبر أثناء عملية ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم، وقال الأردن في وقت سابق إنه مستعد للإفراج عن الرشاوي لضمان حياة الطيار، لكنه طلب بما يفيد أنه ما زال على قيد الحياة بعد إقدام التنظيم على إعدام رهينتين يابانيين. جيهان لطفي، رويترز.